سنتحدث اليوم عن أسماك القرش. يعود تاريخ أحافير سمك القرش إلى أكثر من 3000 عام، أي قبل وجود الديناصورات وحتى القرن السادس عشر. كانت أسماك القرش تعرف لدى البحارة باسم كلاب البحر، ويتألف سمك القرش من 400 نوع، وتنقسم أنواعه إلى 30 عائلة، تحتوي كل منهما 8 أعضاء، ومن بين 400 نوع يعتبر 30 منها فقط المتوحش، والذي قد يمثل تهديداً أو خطراً على الإنسان، ويتصدر 30 فصيلة منها 4 أنواع تعد من أخطر أنواع القروش في العالم، وهي القرش الأبيض والقرش السور وقرش بيبيري والقرش المحيطي. يتمتع سمك القرش بمرونة جسدية، فهو يتحرك برشاقة مذهلة وسرعة كبيرة على الرغم من حجمه، فالقرش يتحرك ارتفاعا وهبوطا بفضل كبده الذي يبلغ ربع حجم الجسم، والذي يحتوي على مدى أقل كثافة من ماء البحر، كما أنه يمتلك قدرة هائلة على الرؤية في الأعماق بفضل وجود طبقة عاكسة تقوم بتضخيم كمية الضوء على الشبكية، الأمر الذي يجعله قادر على تحسس أضعف الأضواء. بالإضافة إلى ذلك، فإن جلده يحتوي على حجيرات تشبه الأقمعة، وهي مليئة بالنهايات العصبية فائقة الحساسية لأبسط رنين يحمله الماء له. إلى جانب ذلك، فإنه لديه حاسة شم قوية يمكنه عبرها الإحساس برائحة قطرة واحدة من الدم في 100,000 لتر من الماء. بالإضافة إلى ذلك، فإن مقدمة الأنف مزودة بنوع من المسامات الصوتية تمكنه من الاستدلال على أي حركة عضلية مهما بلغت من الضعف. ومن الطريف ذكره أيضا أن سمك القرش لا ينام ولا يتوقف عن الحركة منذ ولادته حتى موته، وذلك لأن جسمه غير مجهز كغيره من الأسماك بأكياس هوائية تساعده على التنفس، حيث يعتمد على التحرك بإمرار الماء داخل فمه حيث يعبر إلى القياشين ليتم عملية التنفس. صحيح أن سمك القرش يعتبر عدوا طبيعيا للإنسان، ولكنه لا يستطيع ولم يكن يوما على رأس قائمة الطعام المفضل له، إلا أنه يهاجمه بدافع الخوف والدفاع عن النفس أو عن طريق الخطأ عندما يفشل في التعرف على فريسته ويقوم بالهجوم. وكذلك الأمر في حال إذا كانت أسماك القرش جائعة وليس لها بدائل، حيث أنها تفضل الفريسة الغنية بالدهون مثل سباع البحر، إلا أن الإنسان يمكن أن يكون له دخل من أسباب هجوم القرش للإنسان عن طريق السلوك الخطأ البشري لها، حيث تلعب الروائح والتبول في البحر من أسباب كسب القرش لفريسة. ولذلك يفضل عند النزول إلى البحر ألا يضع الشخص روائح على جسده، وعدم التبول في المياه، وعدم النزول في حالة وجود نزيف مهما كان بسيط. ويضيف العلماء أن الفجر والغسق أوقات غير مفضلة للنزول إلى البحر، لأنها أوقات دخول أسماك القرش إلى الشواطئ. وفي حال مهاجمتك من قبل سمكة القرش، فإن أول ما تفعله اختبارك بضربة في جسدك بمقدمة أنفها، لذا من الأفضل توجيه لكمة للسمكة في أنفها وهو أكثر لأماكن ضعفا وحساسية لديها، ولذلك اجعلها تعرض عنك أو تعطيك وقتا للهرب. وإذا كان سمك القرش يهدد حياة الإنسان، لكن في الحقيقة الأمر لا ينافس الإنسان أبدا على الحياة في بيئته على الأرض، فقد تحول صيد أسماك القرش إلى تجارة رابحة، فلحمه لذيذ ومقوي لصمامات القلب، أما زعانفه فقد باتت جزء من نشاط شبكات السوق السوداء التي تجد روجا في البلاد الآسيوية. ويقول علماء الأحياء المائية أن هذا إقبال على حذاء الزعانف يهدد بالقضاء على واحد من أقدم المخلوقات، ويهدد النظام البيئي. على الرغم من أسماك القرش تظل حية بعد إزالة زعانفها، لكنها تكون غير قادرة على الحركة بصورة طبيعية، ثم تموت مختنقة أو تلتهم الأسماك المفترسة الأخرى.